حلم رؤية الحافلة في المنام. تفسير حلم رؤية الحافلة في المنام ومعناه بالتفصيل للعزباء المتزوجة والحامل في هذا الفيديو. سنتعرف على تفسيرات ودلالات رؤية الباص، سواء ركوب الباص أو النزول منه، والدلالات كاملة حيث تختلف التفسيرات حسب حالة صاحب الرؤية وكذلك حسب الرؤية نفسها. تابعوا معنا. تفسير رؤية الحافلة في المنام لأغلب مفسري الأحلام يرجع إلى من هم ركاب الحافلة، هل هم مبتسمون وضاحكون أم لا؟ ودلالة ذلك هي أن البشاشة والمرح له دلالة على أن هذا الشخص يعيش في أجواء متميزة وصالحة. وهناك رأي آخر عندما يرى أن من هم في الباص عليهم علامات العنف ولهم شكل غير مألوف وقبيح ومظهرهم غير لائق وملابسهم بالية، فهذا له دلالة على أن هناك علاقة اجتماعية سيئة، يوجد في وسط اجتماعي سليم هذا الشخص الرائي. تفسير رؤية ركوب الحافلة بالنسبة للفتاة العزباء، هذا يدل على أن هناك مناسبة اجتماعية سعيدة، وعندما ترى أنها تنتظر الحافلة هذه فهذا يدل على أنها سوف تنتظر مناسبة سعيدة. وعندما يحضر الناس في هذه الحافلة وخاصة إذا كانوا أقرباء تعرفهم فهذا يدل على زواج قريب وبحضور العائلة. أما إذا رأت أن الركاب الذين في الحافلة لا تعرفهم فهذا يدل على أن هناك تغيير في المسكن أو المكان الذي تعمل به، والله أعلم. تفسير رؤية لون الحافلة في المنام، مفسري الأحلام قالوا عندما نرى لون الحافلة في المنام يدل على أن الحياة مستقرة وهادئة، ويرمز اللون الأحمر إلى أن الحياة صعبة. إن اللون الأسود يدل على الألم والحزن، واللون الأزرق يدل على النجاح والتقدم، واللون الأخضر يدل على السعادة وتحقيق الأمنيات، والله أدرى وأعلم. تفسير رؤية ركوب الباص للفتاة المتزوجة، تفسير رؤية ركوب الأتوبيس عفوا أو الحافلة للمتزوجة في المنام يدل ذلك على أنها سوف تعيش حياة مستقرة وسعيدة مع أسرتها. أما إذا كان الأتوبيس مليئا بالركاب فهذا يدل على الاستقرار النفسي مع إخوتها وأقاربها. أما ركوب الباص للمرأة المتزوجة أيضا يدل على الأمان وسير العمل بشكل منتظم، والله أدرى وأعلم. تفسير رؤية الحافلة في مكان مزدحم بالناس، إذا رأى الشخص أنه في حافلة مزدحمة بالناس ولم يجد له مكانا يستطيع الجلوس فيه، ودلالة ذلك أن هذا الشخص يواجه الفشل في حياته وهناك إعاقة في تحقيق النجاح الذي يصبو إليه لكي يصل إلى ما يريد. أما إذا رأى أنه في حافلة وليس بها عدد كبير من الركاب وهذا يدل على أنه سوف يحصل على فرص كبيرة وهذا الشخص سوف يصل إلى ما يريد تحقيقه من أهداف.